كان عمر موهبه في سبيل الله. السلام عليكم. يا لالا عمري مربو في سبيل الله. السلام عليكم. دابعكم فيديو جديد. كيني طانا على تخشاب السياسي رجع معنا. السلام عليكم. تحشناك السياسي. عطني الغار. تي يمشي يدخل الغار ويعاود يخرج على سلامتك السياسي. يسلمك. فيديوهات جداد وجدنا عاود ثاني معكم الله اكبر. فيديوهات جداد نتكونكو عليهم. واليوم باقي لنا شحال الماتش؟ الماتش بعد غدا ان شاء الله. الماتش ثلاث ان شاء الله. الماتش ديال المغرب مع جنوب افريقيا. دونك وجدنا لكم فيديوهات ثاني نشوفوا الطليعه اش واقع عليهم. اوكي ونديرو شويه ديال التحليلات. اي مرحبا صافي ليتس جو. ما نطولوش في المقدمه بزاف. يلا نشوفوا اش واقع قبل الماتش ديال المغرب وجنوب افريقيا ان شاء الله في الويت فينال ديال لاكان 2024 اللي هي خصها تكون نورمالمون 2023 ولكن ملعوبه في 2024. هادشي من العجائب ديال لاكان. واحد الاعجوبه اخرى ديال لاكان. المهم ما بغيناش نجبدو حد ولكن واحد الاعجوبات لا كان نتاع داك الطبيب دخل الطبيب ديال الجزائر. هذا وزت في واحد الفيديو الطبيب ديال الجزائر دخل بغي يدير الاسعاف لواحد طايح زعما في التيزويت نتاع موريتانيا كاع تيجي له معاه اش الفار؟ الفار الطبيب هذا الطبيب دخل بغي يسعف وقاعد تيدور تيجي له الفار. اش الفار زعما؟ الطبيب خدمته هما كلشي تيدخل في كلشي ما تجبدو حد. خوا يلا نبداو الفيديوهات. ها لا معلم راه هذاك الشيء العونيات تبلاو بهم الايفوريين. هادشي بيان سيغ بن مورا فاش ضمنوا دازو ولكن لاعبين اليوم مع السنغال. اليوم ياك اليوم ولا غدا؟ لا لاعبين اليوم يقدروا مع السنغال. المواقع يوم مع السنغال واش صحيح عندهم صراحه الله يستر لهم. المهم هما بعدا فرحوا. لا بالعكس هو يخسر ويشجعونا صاحبي شويه انا البطوله تحت ميلان. لا 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 هما حتى فهمتي تنساو وعاودوا رجعوا تا قالوا صافي راه مشى كلشي وعاودوا رجعوا من اللي ربحنا حنا. دونك الله يستر لهم ما ترابس زادوا ما فرحوا ديما خاوه هادو كاين هادو شي ناس اخرين هما اللي خاوه واش عجين جيره تما خا المهم جيره واخا ماشي شي جار ولكن المهم لقت لقتنا معها جيره بحال واحد ساكن حدايا في الطا هادشي الا حليت الباب زعما هو كان بغي يحل الباب وهذا ولا سمعني حليت الباب ولقيتو هو الباب حليتو ولقيتو بغي يخرج ولا شي حاجه هادي شوفني حليت الباب شي عاود يجي تيعاود يدخل فحالو يسد عليه الباب حتى نهبط انا ونخرج في حاله على خاطر ما بيني وبينو حتى حاجه ما عمري ما حتى ديك السلام تندوز تقول ليه السلام ما تيرضاش عليا ما عرفتش واش هز عليا شي حاجه ولا الله يستر لك من هنا الا كنتي تتفرج في الفيديوهات ديالنا قول لي رد السلام. كاين شي جيران والله الا كاين شي جيران لا اله الا الله الله يهدي ما خلق. بيان سيغ الايفوريين ديما ناشطين وفرحانين. شكرا هاني هاني مرحبا بفوز المغرب اكثر من المغاربه نفسهم. شو هذا المصري تاع القصه الكوكب هذا كان في مراكش في طنجه في فاس كان تيدور هاد الايامات في المغرب قبل لا كان نشاط هادي غادي نساو من مورا الماتش هاد الاجواء هادو راه شتي الكار ديال المنتخب مشاو معاه حتى اللوطي وصلهم ايه وصلهم حتى اللوطي ما كان نعاس ديك الليلة. بصوا العربيات بصوا عمال يلف حوالين نفسه ميرسي بوكو كنا نتزقلو
قال لي فاكرني مغربي قال لي شكرا. لا لا ما صار كنا غير باحتفاليات تاع كاس العالم. كنت حضرتي لها؟ طبعت لها انديفيدوال. انا ما بيان سور كنت انا زعما في الامارات ديك الوقيتة ما كانش هكا الناس تيخرجوا ولكن كانوا الطنوبيلات تيمشي وكلشي كلاكسو وكلشي الطنوبيلات ديجا مرة أخرى. وانا المغرب وفي القهوي فين كنت نتفرج والناس تيجيو تيعنقوا لي ما تنعرفو المهم عارف اني مغربي ولكن مازال تيجيو تيعنقوا بالصحة والراحة مبروك ولكن ماشي بحال هنا. هنا راه الناس خارجين في الزنقة تما لا تما ثاني في دبي راه شوية القضية في شطورة تاع صابر سمع البوليس حابسي انتوا شي سيرو بلا الطورق انتوا مغرب اون سيرو كونتر فينال. هادو سميد هذا هذا هبات ياك؟ لا هبات صاحبو هبات وصابر بجوجهم جاو بجوجهم واحد بموتور كبير واحد بكواد. انا كاع المغاربه مشاو تيكونكو تما سيروا بلا الطوراق انتوما مغاربه. لا 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 ما فريه سياسينا حنا تزادينا قباح الحمد لله شي بحال فينا لا مطلوب بلاش نقول الحمد لله. غنشوف مال الايفواري واش ايفواري هذا زعما جاتو في لا بونت ولا بالله فوالا سيزو سيزو مون فري مون فري مون فري مون فري مون فري مون شوية مقيدة ايوا زعما واخا قلتي شي حاجة بعيدة راه غادي يضحكوا غادي ينشطوا معاك هادي أهم حاجة زعما علاش حنا اللي دوزناهم؟ أما دوي عاد سيجيو صعدوا هنا غير بعينا باش ندوزو بروفيانين ومزيان أننا نربحوا باش بيان سيغ ندوزو معنا والله يستر لهم مع السينيغال. بغيت تخاصمو معاه كانوا بغيت تخاصمو معاه كانوا بغيت تخاصمو معاه هاي 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 مساج بقى هي مساج هذا راه إشارة لا لا تكويكا هذه بوريه الله يعطيكم الصحة مطلعينها لها بالتكويكا تقشع في التامة توكسيك مان صافي شوف شوف عاتي شفت واحد الفيديو البارح ولا ما عرفتي متى نتاع واحد نتاع هذيك صوفيا عاوتاني عاودت تتهضر تتقول لك زعما ما يهضرش معايا شي واحد يقول لي انني درت غلط عمري ولا ما حيت قالوا لي شي واحد من تسيرني درتي غلط عمرك بهذاك الشيء اللي بداك الفيديو الاولاني فاش يلاه هبطات في الكوت ديفوار تقول لي ما درت انا والو نهضر انا نهضر غير على بلادي وعلى هذا سيكوبات يا ودي الله يهدي وباقي تتورك على الغلط عرفتي اخيب حاجه دير شي غلط وتبقى تتورك عليه الله يعفو الله يعفو الله يشافي لا اله الا الله نشوف هاد السيده مالها مع هذوك الناس توكسيك مان توكسيك كبير توكسيك كبير كبير مشكل كلشي لاخر كاين مشكل كلشي لافريك فاش كتعاود كل حاجه تعاود جوج مرات باش بنادم يفهم مزيان الله يحفظ شوف مسكينه شوف العالم الله يحفظ بعدا في لافريكا كلشي قال لك كاين مشكل صراحه حتى هما بهاد العلاقه ديالهم ما يسمح حنا ديما نهضروا على الناس اللي تيديروا الغلط يعني حنا ما تجمعوش كل شيء حيت الحمد لله كاينين فيكم اللي بعقلهم ولكن قلال ولكن راه هذوك اللي ما بعقلهمش اش تيديروا خسروا العلاقات مع الافريكا لا لا اللي بعقلهم كثار ما باينينش ماشي بحال هادو شي وين راسهم دابا هادو تتشاو تيجيوني عندي في لي كومونتير تبارك الله شي وحدين احسن الالفاظ زعما الناس واعيين دوك اللي تيكتبوا تبارك الله عليهم ربي تبارك الله الجيريا كان مشكل كاميرون الجيريا كان مشكل مالي
الجزائر كان مشكل بوركينا الجزائر كان مشكل سنغال الجزائر كان مشكل موروكو الجزائر كان مشكل لاكوت ديفوار والله الجزائر ماريتا بيزيف ماريدا 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 الجزائر توكسيك مان شيطان الجزائر شيطان شيطان شنو تقول عاودت جوج المرات نتاع لافريك صافي دابا سيردا سيردا يلا سيردا يلا يلا لا شوف واحد الهضره صراحه ما بغيتش نقولها ولكن سي فغي ان لاكان لاكان صراحه استراحت من هذوك الناس الخايبين ديال التاير حيت جاوا بزاف خايبين صراحه تيديروا شي حوايج ماشي هما هذوك تيبينوا ديما داكشي الخايب في الكوت ديفوار راه الدول كلهم في المغرب شحال من بلاصه بتمشي لعبي تلقى فيها الناس فقراء والناس على قد الحال وتلقى شحال من بلاصه فيها البنيه التحتيه ما مقاداش مزيان هيا راه عادي فين ما مشيتي هذا الشيء راه فين ما شتي في الامارات ياك دبي الطوب غتخرج غير الجناب شويه بتلقى داكشي لا علاقه ما المهم حنا ما نهضروش الامارات ما غادي نقولوش حنا شي حاجه ما نعطيوش بها المثال حيت واخا هكا كاين الفلوس مي لافريك عادي شي عنده شي ما عندوش الغاديه وعايشين بخير الحمد لله وتحمد الله يعني ما تشوفش ديما كيما تنقول ديما ما تشوفوش البلاصه الخاويه في الكاس برا معقول شوف البلاصه العامره في الكاس ديما لا اله الا الله وراه كيما تتشوفوا راه اون فوا تدير شي جيست كل شيء يرجع عليك هذاك الشيء اللي داروا هذوك الناس هو رجع لهم لافريك كلها نط كلها تتهضر على هاد اللقطات هادو نتاع الله يسر الله يسر الجميع حنا ما ندخلوش في اللقطات المهم مشى للدار باش نتهنى شويه هذوك سمعت ان هذوك اللي بقاو الجزائر اللي بقاو يتفرجوا في لاكان تما في الكوت ديفوار سمعت انهم لبسوا التونيات المغرب ومخبين الرجوله ومخبين شوف الا كنتو ما بغيتو ديرو حتى مشكل بزحتكم بيه لبسوا التونيات المغرب وتخباو تما حتى تكمل لاكان على خاطره بالهولنديه عاود ايوا بالريفيه عاود ايوا لا لا فورماطاج والله ايحا ما خاصش الناسيه انا جي 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 لا 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 فيما كنمشيو كنديرو البصمات انا غادي بدون نقاش الحمد لله عارف راسك هذيك سان بيدرو ولات مغربيه سان بيدرو صافي غزاوا المغاربه لا 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 ان شاء الله ان شاء الله الا لقينا كيفاش نمشيو اخويا سيدنا هنا لديك الساعه ان شاء الله ان شاء الله نهضر من هنا دومي فينال فينال السلام عليكم اخوان اليوم عندنا فيديو جديد وتحدي ديال الاطفال ديال سان بيدرو اللي قدر يقاد الخريطه ديال المغرب اقل من دقيقه زواخ اخو حمزه هذه هضره زوينه الخريطه المغرب كامله غيربح معنا ساعه ذكيه عندنا خمسه المجاميع كل طفل من هنا غيربح معنا واحد نبداو المسابقه ديالنا خفاف وفيهم ربيحات خفاف انت وما جاب ولكن هاتي خلقوا واحد الجو غزال وحنا هكا دايرين الحمد لله ما طلبناش القوه نتزادينا قباح لا يا aujourd'hui je vous jure un marocain peut sortir à 2h du matin tournez lui seul dans toi Abidjan c'est la porte سيدين لبسي التوني المغرب طات ما قريسي خذ راحتك ها ماشي هنا زعما ما تخاف من والو ما جامي لو فولي ماشي لا بورتي ماروك سي فيني فيفا لو ماروك قال لك الشعب الايفواري يطالب الحكومه باطلاق اسم حكيم زياش على بياسر مارك البيت على احد شوارع الكوت ديفوار
ميسر عادي سميوها سميو شي شارع سميوها حكيم زياش فين هو مشكل لقطة زوينة على بعض كل جفار الله يسر ما تعرفها يقدر يدير هذا دابا عرفتي في هذه الأجواء هذو يقدر الحكومة تلبي أي طلب للشعب ديالها كل شي فرحان واخا يكون الطلب حمق شي جوال كيفاش هو مشكل حب الأطفال الأجانب للمغرب هذا شي حاجة في فرنسا هادو قالوا اليوم يقدر السؤال هو السؤال قالوا اليوم شكون اللي بغا يتي باتي لاكان وشو ما بين واقفين ما بين السنغال والمغرب هاتي تجاراو كاملين شوفوا شحال من واحد مراك مراك سنغال مراك 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 شتي هذاك دار شطحان تاع حاكي في كاس العالم تاع البانغوان البانغوان تاع سميتو تاع راموس دار على قبل راموس في كاس العالم ولكن لا تحتنا في الدم والسعر شكون في مارك مع السينيغال دابا نكملوا هنا ونهضروا على هذا الموضوع على خاطر 31 للسعودة معنا ما نعطيهم 31 ولا صاحبي زعما 31 قال ان المغرب اللي بغات تيلاكان والسعود بغا يتعوي نعطيهم 31 في الباسكت ما بقاوش يديروه في كرة اليد ما بقاوش يديروه ساعة كاين 31 وين سمعتي 31 واحد فوطا على المغرب اللي بغات ان شاء الله ان شاء الله تزادي نقبع ان شاء الله هادشي اللي بغينا نيت ان شاء الله هادو سيدي الماتشات امتى ملعوبين كيما شفتوا لعبات انغولا وناميبيا البارح دازت انغولا انغولا دازت 3-0 مشكلة كانوا الحمرات حمراء 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 انغولا طار لها ماشي شي دقيقة اربعة ولا ما داك الشيء طار لها واحد حمراء طير لها واحد بحمراء ماشي واحد الجول طير لها الجول بحمراء الجول هذاك اللي الجول اللي خرج بحمراء في انغولا وتبدلوا بقاو لاعبين حتى شي دقيقة 40 0-0 ولا ما داك الشيء حتى شي دقيقة 40 عاد طار الناميبيا حتى هو طار لهم واحد بحمراء عاد من مورا بقاو تيماركيو المهم ما تفرجتش انا شفتي الملخص ما شفتش الماتش بيان سور كان جا في واحد الوقيته اللي ما كانش مسالي غدا والماتش نتاع نيجيريا والكاميرون راه داز نيجيريا نيجيريا كانت صحيحه داروا الاخطاء بزاف الكاميرون كانوا ما بيهمش ولكن الاخطاء راه تيخرجوا على بنادم ان شاء الله ما يكونوش عندنا حنا الاخطاء واليوم دونك طال غدا عاد السنغال معنا اخر ماتش اليوم لعبه غينيا والاستوائيه وغينيا ولعبه هذا غينيا فرص غينيا الاستوائيه غينيا بيساو ما لهم كثروا على شحال غينيا قبطوا هذيك غينيا وجلسوا تيفرقوا فيها المهم الله يسر لهم حنا تضحكوا على السبايا مصر لعبه مصر اليوم مع الكونغو مبيمبا بغيتها بيان سور بغينا مصر دوز الله يسر لها وان شاء الله موريتانيا لا لا دوز الله يسر خونا مصر كتخلعني هنا مرحبا باللي دوز ديما مصر تكون لاعبين ضدها هي شوف كتفات الفازة كنعرف صافي ماركاو علينا شوف مصر سبيسياليست فلاكان هادي بدون نقاش ما اللي عارف القلب تاعها طريقة كيفاش يلعبوا هذاك الشيء تيهمهم ولكن هما سبيسياليست فلاكان المهم تيتيوه النتائج هما المهمين صراحة ولكن دير في بالك ان اللي بغى يتي لاكان سيرتو لاكان كأس العالم تقدر تلعب بالفن بالكورة بعدا ولكن في كأس افريقيا اللي بغى يتيها خصو يربح ما واللي جا مرحبا الصحة قضية فيها الصحة اللي جا نضربوه ما كاينش هادي ولا هادي واش تبغي تيلاكا ما تهز الهم حتى شي حد خاصنا شي 10 مرحبا بك 10 لعابة بحال المرابط بغينا نربحو لا بارك هي واحد كافي وكاين حداه ان شاء الله املاح واخا املاح ما عرفتش المهم كاين لعابة شي دابا شكون هذاك ريتشاردسون هو اللي في بلاصة املاح دابا اوكا واملاح مع الصفران وجاني بحال المهم ان شاء الله ما بقيوش حتى حد المهم هذوك الدراري اللي عندنا العزوزي هو اللي في بلاصه المرابط هو اللي زعما يقدر يعوض المرابط وريتشاردسون حتى هو ولكن ريتشاردسون قدام المرابط يعني تعوض املاح شاف المهم انا كاين عندنا الدراري في هاد لاكان اللي ان شاء الله في يديهم انهم يتيوها واللي جا مرحبا به نتوكلوا على الله والله يستر داكشي ديالنا غدا سيدي لعبه موريتانيا الله يستر لها مع الراس الاخضر بيان سور الراس الاخضر فافوري او السنغال والكوت ديفوار بعد غدا اش بالك سياسي ما بين السنغال وكوت ديفوار خويا تربح السنغال كون صريح صريحين
ما تعرف يكون شي نفس خيالي فيها كي وتدخل والو تدخل كيما الكوت درنا في ديفوار كأس العالم، طول عرض في السينيغال ما تعرف. كي والو كيما درنا في كأس العالم. ايوا ان شاء الله علاش لا. ديما انا بالعكس يعجبني داك اللي ماشي فافوري، حيت هو اللي تيكون عنده عليه الضغط انه يدير التخيير، انه الناس كلشي تاع تمام ما دايرين ما دايروا فافوري ويولي فافوري صحه باش يثبت البنادم انه حاضر كاين ان شاء الله. الله يستر الكوت ديفوار. السينيغال طوب هذه بدون نقاش، ولكن الكوت ديفوار هو المستضعف في هذا القنت هذا مع السينيغال، يعني الله يستر لهم. ما تعرف مالي وبوركينا فاسو عادي يتقاتلوا بيناتهم، مالي بيان سيغ ناضي على بوركينا فاسو في الاوراق، ولكن الله اعلم. المغرب وجنوب افريقيا، المغرب بدون نقاش حنا غاديين للفينال، يعني المغرب دايزه ان شاء الله تجري ان شاء الله. ما كرهنا لديك جنوب افريقيا واحد 3-0 ان شاء الله، ما كرهناش كثر، ولكن حنا بنهايه 3-0 نزيدو ناكدو اننا حاضرين وغاديين في الطريق ديالنا. واش هو هاد الخوت مشاو؟ عادي تكون هاد واحد الدوامه ما عرفتهم، واحد جوج دوامه تا هما اللي عندهم لاشين يوتيوب شفتهم شحال مره، تحيه ليهم. مشاو تا هما لكوت ديفوار، كلشي مشى بكم، مشاو هما شي واحد. سبعة عصر انت غريبي. علام ولا علام جا وصلوا هادو في واحد الوقيته اللي كنت تيفور دايره لنا ياه انت دراري فينا. استغلوا الفرصة، الفرصة ما بتعوضش. ما ساغ مو يزوجهم خواتاتهم كاع. دابا اللي بغيت تزوج فواري يمشي. La Côte d'Ivoire a besoin d'une victoire du Maroc aujourd'hui pour passer en huitième de finale. Vous êtes derrière les Lions d'Atlas? Oui. Merci. Moi, d'abord, mon nom c'est Bakary. Oui, Ras l'avocat. Je suis quitté à Abidjan à cause de la victoire du Maroc. On est venu, on supporte le Maroc parce que hier Didier Drogba il a dit Didier Drogba a gagné un coup chez Chicha. Donc 3-0 pour le Maroc. Kan bghi nou fajr tchi. Inchallah, inchallah. Cette année inchallah Maroc va rapporter la coupe. Chouchou bra. Pas ce dia dash gal. Cette année inchallah ma gash hna. Gal le Maroc va remporter la coupe. Eh, ماشي حنا ماشي زعما اللي ديال الكوت ديفوار. الناس زوينين تبارك الله عليهم ما شاء الله. هنا تتسالي لابارتي الاولى، تسناو من دابا واحد الشهر لابارتي الثانيه كالسياسي. ايوه من دابا ما يقرب للميكرو السياسي باش يسمع تظهر مزيان، ما باغيش تيسمعك ديجا انت الصوت ديالك شويه من دابا واحد شويه زيد في الفوليوم. ايوه مرحبا لايك ذيس يلا انت تعالى بارت جديده.